انسان قلت لك راه ماخذ ماسك المبيبي لا ملك باباه ولا ملك جده ما عنده فيه حتى شيء شافي وهم ماشي على روحهم ماخذين ماسك المبيبي من عند الدوله نهار يكمل الاخذان انت ما حابش يخرج المسك الوظيفي نتاعو ما سلمش المسك الوظيفي قاعد يسكن فيه على طول قاعد يسكن فيه ولا سماد يبني فيها وكل شيء وتسلت يبني فيش نعم فيش يبني يبني بناء ديار البنات والولاد وفصل الضيعة يبيد ساكن بها إنسان متحيل مشى ضرب شادة ملكي مضروب عاش من يخذها والداعية راح ودي هو أرض وغادي هو ما عنده حتى شيء غادي شيء ما عنده أخي العزيز لو إنسان جاء وما ماسك الوظيفي ما عنده حتى شيء الرجل يقلع في الغابة ويتيش والرجل ما هوش حتى حد ما بلغ اللي يبقى سيد زي الفلاحة أن يجي يزور الضيعة ترانشو يشوف فيها الفساد الموجود كانت غابة ما تتطبش تو ولت وكر بتاع فساد كانوا فيها ستة حراس غابة كاملة تو فيها زيتون ضاع فيها المسكن موجود في الغابة ضاعت حسين ولت وكر بتاع فساد يعني فيها معناها الزيتون اللي فيها كلها مشات بتاع ملك الدولة عبد السلام النهدي قلت لي عندي مشكل في عقار ما حبيت نوصل صوتي تحكينا شوية على التفاصيل من الأول أنا نهدي عبد السلام أنا موظف كنت في وزارة الفلاحة خذيت أنتريت عندي 8 سنوات وجيت أنا طول ما لقيت حتى حل معنا جيت باش معنا نحي حق الوالد الله يرحمه في جبل رانشو هذا متواجد في مدينة حي الغزالة حي الصحافة بالذات احنا مولودين غادي أبا عن جد والولد كان الله يرحمه كان يتصرف في أرض حوالي قربات 5 هكتارات عندنا فهم مسكن وكان عندنا فهم استبل فهم تاع تربية حيوانات ووعدوه وقت ديوان واد مجد مع أملاك الدولة مع اتفاق مع إدارة الغابات باش يسولوا وضعيته قعدنا احنا كاك الوالد ما يعرفش الإدارات كل شيء قعد حتى بعد ما توفى مشي نشوف الوثائق نتاعنا باسمه هو بس التصويت وضعي وهذا كل ما يعني واضحه يعني العقار باسمه اي باسم العقار باسمه فيه من املاك الدوله عطيته ورقه وملك الاجل معطينه ورقه باش يسوي وضعيته مع املاك الدوله باش نكذب عليه نقول لك عندنا شهاده ملكيه فيها الحاج بقينا في انجاز التدبير باش يسوي وضعيته انا اللي يهمني هو انا عندنا السيد هذا موظف في وزاره الفلاحه خذيه مسك الوظيفه غادي وتمدى غادي يبني والرجل خرج انتريت ما باه يخرج كذا علينا في ذكر اسمه تو الوثائق يجيبوا كل شيء فهمتني الرجل كان في عضو في اللجنه المركزيه قبل يبني الرجل ماهوش هنا اتصلنا بالغابات اتصلنا بالسيد المقيم غادي اللي هو يمثل الاداره الجهويه نتاع الغابات في اريانا وما سمعوناش الرجل يقلع في الغابه ويتيش والرجل ما هوش حتى حد ما بلغ بلغت عليه عمناول مشيت بلغت عليه السيد نتاع إدارة الغابات وبلغت عليه السيد نتاع الفلاحة في أريانا فهمتي واتصلت اللي هو يبني بدون موجب في أملاك الدولة وما وعندي فيه قرارات اللي تثبت في ولا واحد جاوبني اتصلت بالسيد الوالي نتاع أريانا الوالي السابق واللي بعد ما خلونيش نقابله اتصلت بسيد رئيس تاع الباتيمو ماتريال تاع وزارة الفلاحة زاد هو بيدا ما سمعنيش درت نجمع اخر واحد تو عايز كلمت سيد تاع رواد خرجت معاي شافت البلاصة شافت البحيرة اللي فيها ملف فساد اللي عملوها قبل وشافت المسكن في الغابات ومريت حتى الأرض نتاعنا السيد المتمسك عليها يبني فيها ومول الدار ماهوش هنا هو من وقتاش موجود في الأرض هذه؟ هو موجود من الثمانينات هذا مسكن وظيفي من الثمانينات كان يخدم وزارة الفلاحة ومن بعد مشى ديوان تربية الماشي وخرج انتريس من ديوان تربية الماشي وقتاش خرج؟ والله يا أخي ما ضبط ما قداش عنده عام عامين ثلاثة؟ لا عنده ما شاء الله خرج ظهر لي من التسعينات خرج عندي الوثائق موجودة ويدعي اللي هو خذاه من أملاك الدولة من الأجانب هذا كله ما ثم حتى شيء والنجم تتصلوا بوزارة الفلاحة ويعطيكم وقتاش خدم بوزارة الفلاحة وقتاش خرج هو إنسان ماخذ مسكن وظيفي
لا غير ولا بعد شيء، وعندنا ما يثبت كل شيء. اي بالك شي الراجل سوى وضعيته؟ لا ما عندهاش، مشينا اتصلنا بأملاك الدولة في إدارة غابات وإدارة الفلاحة، ما عندنا فيه ما عندنا حتى تثبيت وضعية. إنسان قلت لك راهو ماخو ماسك الوظيفي، لا ملك باباه ولا ملك جده، ما عنده فيه حتى شيء. هو تحيل علينا بحكم كان هو عضو في اللجنة المركزية قبل، وفهمتني، وكان حتى من وزارة الفلاحة كان يخافوا منه، خافوا منه. شو نافذ معناها؟ معناها إنسان قاعد يحكم بشكال عنده أنصاره. تحيل علي لأن الأرض هي في تطور إنجاز مع ملك الدولة مع ملك الغابات، وهو إنسان ماسك الوظيفة جاء ساكن ما عنده حتى شيء، باش نقولوا مولود غادي ولا أخذها قبل غادي، ما عنده حتى صفة غادي. شو جاي في مهمة وماشي على روحه؟ جاي في مهمة ماشي على روحه، ماخذها ماسك الوظيفة من عند الدولة، نهار يكمل الأخذ الامتداد وما حبش يخرج. الراجل تمادى بحكم عنده أنصاره وعنده أصحابه وعنده كذا وكذا، فهمتي أكثر ولا أقل. ما سلمش المسك الوظيفي نتاعو؟ ما سلمش المسك الوظيفي، قاعد يسكن فيه على طول. قاعد يسكن فيه ولا اسمه يبني فيها وكل شيء، واتصلت يبني فيش؟ نعم فيش يبني؟ يبني بناء ديار البنات والولاد وفصل الضيعه يبيد ساكن بها. اي بالك شي عنده وثائق وعنده شهيد وامور واضحه امور قانونيه يعني؟ حتى شيء ما عنده، حتى شيء ما عنده. المثال كله باسم الوالد حماد النهدي من ديوان واد مجدة، وعند الوثائق ما يثبت وما عنده حد شيء. إنسان متحيل مشى ضرب شهادة ملكية مضروبة عاش من يخذها واد داعية راح ودي هو أرض وغادي، هو ما عنده حتى شيء غادي، شيء ما عنده. راهو اتهامات توجه له، في اتهامات انت تقول لي ضرب شهادة ودلس من المال. هو كي مشى للبلدية بعثته الشرطة البلدية قال ما عندي وثائق ما يثبت، ما عنده حتى شيء. أختي العزيزة لو إنسان جاء ماسك الوظيفي ما عنده حتى شيء له، وعنده قرار باش يخرج مخرج الراجل اتمادى غادي يبني كهو. المكان كيفاش كان وكيفاش ولا؟ المكان كان فيه هذه المسك الوظيفي، كان فيه دار واحدة موجودة، كانت قبل أنا صغير نتذكر روحي عمري 6-7 سنين، كان مستشفى طبعا الفرنسيس قبل يداوي فيه الناس، فهمتي؟ هو تابع أملاك الدولة، ما عنده حد شيء. توا كيفاش ولا؟ توا سور وبني جديد 3-4 ديار في وسط المقسم هذاك، وهو قاعد يبني اليوم هذا الراجل مش علمت عليه جميع الصورات، وعندي ما يثبت عندي كل شيء. كلامك موثق حاجة؟ كلامي موثق بالطبيعة، جاي من راسي وعندي الوثائق ما تثبت. وهويتنا وأخواتي معايا ساكنين وأنا أنا موجود. الوالد توفى الله يرحمه، الوالد توفى وقعدت انا كبير وكبير ربي، انا باش نثبت حق الوالد وحق اخوتي اكثر واقل، ما نتبلى عليه ولا عندي حد حتى شيء، كل شيء بالقوانين. في وضعيه هكا حاجه وانت تعرف انه تتوجه للقضاء ما تتوجهش للاعلام ولا؟ والله انا ما توجهش للقضاء، لان القضاء توجهت له لوزاره الفلاحه، توجهت له ولحد الان ما اريد حتى شيء. قداش عنده؟ منين وزارة الفلاحة؟ اي والله عندها برشا، يمكن جاي 20 سنة 25 سنة توجهوا بعثوا للقضاء للمحكمة تونس ولا ريال ما عادش بالضبط، الراجل قاعد مش هنا ما عنده حتى راجل مسخون بكتافه من أنصاري معاه أكثر ولا أقل. شو أنصار معاه؟ عنده أصحابه، عنده ناس قاعدين يخدموا له لحد يومنا هذا. فاش يخدموا له؟ يخدموا في باش يحب يتملك بالارض ويحب يحب يعمل كذا وكذا، هو جاء عنده وثائق صحيحه راهو خذاها الارض راهو خذاها شهاده ملكيه، ما عنده. يبني الراجل؟ هي يبني حسب رايك علاش يبني؟ انا علمت انا وعلمت مكاتبي كل شيء والراجل قاعد يبني، ما ندريش علاش قاعد يبني. قلت لي عنده قرار هدم وما تنفذش؟ عنده 3 قرارات هدم ما تنفذش، ما عرفش علاش ما حبش تنفذ. سالت شي على الاقل؟ ومش كنت تسأل تمشي فهمتي مش انا اخر مره تنح قاعد كاتب الحال نمشي لهم فهمتي، وليد معروف غادي في المطار وفي معروف فهمتي، مسكر علينا اللعب من الجهه للجهات، حتى حبيت نتصل سيد وزير الفلاحه هذا جديد تويك عندي مطالب باش نقابله وما خلونيش باش نقابله. مشيت له للوزارة؟ مشيت للوزارة وما خلونيش باش نقابلوا، إجا اليوم إجا غدوة عندي مطلب تاع مقابلة سيد الوزير فهمتي أكثر ولا أقل، ما خلونيش. الملف مسكوت عليه معناها؟ مسكوت عليه نعم، وعندي الوثائق وعندي كل شيء،
هاو اليوم برك هاني نزيد نعمل محاولة بس نمشي نشوف فمش إمكانية نقابل السيد وزير الفلاحة الجديد، لأن عجبني السيد وزير الفلاحة الجديد، عجبني سنة كفى وسنة يخدم، وبرشا حاجات اللي كانت في وزارة الفلاحة نظفها رجلها. علاش توجهت للإعلام أنت؟ توجهت للإعلام باش يبلغوا لي صوتي، حبيت نوصل صوتي باش ناخذ حقي في الأرض المفكوكة هذه اللي ما طالت علينا السيد. انتوا قاعدين تبنيوا زادة؟ لا احنا عندنا البني نتاعنا قديم. ما بنيتوش؟ لا ما بنيناش وكل. اللي بناه وحداي جيراني بناه وحداي. شو تحب تقول لوزير الفلاحة إذا يتفرج فيك؟ أنا سيد وزير الفلاحة نشكره ياسر، إنسان كفى، إنسان خدام، نطلب سيد وزير الفلاحة أن يجي يزور ضيعة رانشو، يشوف فيها الفساد الموجود. كانت غابة ما تتطبش، تو ولت وكر بتاع فساد، ضيعة رانشو. وعندنا البحيرة اللي شو وكر بتاع فساد؟ وكر بتاع فساد معناها تجي الناس تقعد عشية غادي ولا فايدة، بتزيد المضحك شنو نوع الفساد. يعني يجيو الكل غادي؟ يجيو الناس متسكعين معناها؟ أي متسكعين غادي وكانت فيها حراس يحرسوها، ضيعة تو فيها حارس واحد برك. شكون فيها؟ تو فيها حارس قبل كانوا فيها ستة حراس غابة كاملة. تو فيها زيتون ضاع، فيها المسكن موجود في الغابة ضاعت، عسير ولد وكر فيها فساد. يعني فيها معناها الزيتون اللي فيها كلها مشات تاع ملك الدولة. بلاش حراسة يعني؟ بلاش حراسة، فيها حارس بركة ساعات يجي ساعات ما يجيش. أنا هذا ما يهمنيش، أنا اللي يهمني هي الضيعة يلزمها ترجع تحت استغلال الدولة، ويلزم ينظفوها مك الوصلة الفساد اللي موجود غادي. واكثر والاقل واكثرين الحاجه اللي جيت عليها هو باش ناخذ حقي من ارض الوالد في ضيعه راسه، وعندي ما يفيد وعندي كل شيء. هذا ما طلب شيء بزير تدير الفلاح. الضيعه ساعه قبل كيفاش كانت؟ شو كانت فيها؟ كان فيها زيتون تو قعد اندثر ضاع، كان فيها اللنزاز، كان فيها المشماش، جميع الغلال كانت موجوده فيها، فيها كل شيء، حتى الأشجار الغبية مثلا كيما الزعرور كيما الكبار كيما الدرك موجود فيها. تو مشات الغابة ضاعت، ما عادش فيها حتى شيء، قاعدة مسيبة اللي يجي يحوس واللي يجي يدور ويمشي ويجي. مثلا الزيتون شنو صار له؟ الزيتون ما عادش، كان قبل يزبروا فيه، كانت الدولة قبل لاهية فيه وكان ينجو فيه. فيه زيتون الكوبري، فيه زيتون نتاع الملح، فيه زيتون نتاع زيت، فيه حوالي مش أرض كبيرة ياسر، ما نجمش نحسب لك من ذات من شجرة. ممكن 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 قداش من هكتار تقريبا؟ والله ما نعرفش بالضبط، ما فيها برشا 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 بالقدا زيت، فيها برشا. ثم حسب التقريب قداش؟ والله يمكن ثم 300 400 هكتار فيها. مهملة تاع الدولة، مهملة 300 هكتار معناها كبيرة كمان. كبيرة، أرض كبيرة، شبيك راهو تدخل من حي الصحافة حتى للآخر قريب لجيون، تظهر على جيون، وخلف السنوبر وخلف البندق اللي فيها، ها شنو؟ بندق زادة؟ إي البندق موجود وزقوق موجود، فيها كل شيء. من هذه الأرض من مسكوتة عنها. تمشي تدخل الضيعة هذه تشوف؟ ساكن فيها أنا ساكن فيها تو. موجود فيها ساكنة، تنجم جوا عين مكان تصور موجود ساكن فيها، قاعد ساكن فيها، قاعد نحرس فيها وقاعد من كل جهة عامل مجهودي باللي نقدر. البندق موجودة؟ موجود فيها البندق، موجود فيها زقوق التو. التو الزيتون موجود؟ الزيتون موجود. وضعيته كيفاش؟ وضعيته مهم، لا يحرثوا ولا يزبروا ولا شيء، تبع ملك الدولة. مش مثمرين الأشجار هذوما؟ مثمرين. باهي الزيتون شكون يجمع فيه؟ ها؟ الزيتون شكون يجمع فيه؟ ما فيه حتى حد، الناس كلها تجمع، تمشي على روحك اهو. يجمع ويتيح في القاعة معناها؟ يتيح في القاعة والناس كلها تنحي والناس كلها اهو، مادام الأرض مهملة مسيب.